اللي نقول لك كراسا لوي اي او زوتر اللي ولات سي ار بي هكذا دوك ممكن تزيد دي كاتريام اني شامبيون تاعها اللي هو سعيد عليق وشركة مدار بيان سور باسكو يفو لوي روندر هوماج بلي كانت حابطه وملي جا هو عرف يجيب لاعبين عرف يدير اون ستابيليتي في هذا الفريق وشركة مدار من اللور تبع كانوا يخدموا اونوس موس كيف كيف بعد هذا الامور ها مسير مسير يليق فيه فريق ماشي تجيب من هبه ودبه يسير في كرة القدم دقيقة برك باش نروحوا بشوية يفو روندر هوماج ثاني للفريق حاليا يعني الإدارة الحالية أيضا اللي راهي الفريق راهو الآن لا نهضر لك كيفاش بدا كيفاش لا ولكن نتكلموا على هذا العام وهذا العام شركة مدار جاو صابوا قاعدة وراهم يكملوا عليها هادو قالنا ماهمش ما حوسوش يفلسفوا راهم يكملوا في الطريق الصواب والفريق راهو ناجح البعض ينتقد في طريقة اللعب ويقول كوكي معاه الفريق لا يلعب جيدا والحكايات هذو واش تقدر تقول انت عليه؟ دوكا الفريق ماهوش يلعب مليح هم يقولوا بصح الفريق ماهوش يخسر او يربح اذا ما خسر حتى مباراة وراهو الاول افيك دو ماتش ان ماتش دو روتار و 5 بوان 9 بوان المولودية و 5 بوان ممكن تخلص لا سيزون سي ار بي سرا شامبيون كور بور لا كاتريام فوا كونسيكيتيف من بعد يزيد يشوف علاش ما مشاتش باش تحسن طريقة اللعب مي فو با كري سكوندال والفريق ماهوش يخسر سي با نورمال امين اكساس واش تقدر تقول على الكلام هذا الكثير اصبح ينتقد طريقة اللعب وكأنه الفريق يملك انيستا وميسي وتشافي يعني الفريق راهو يفوز صراحة وراهو في المرتبة الأولى بفارق مريح يعني وعنده منافسة قارية وفي كأس الجمهورية أنا على حسب واش نشوف في الفوتبال واش نشوف في كرة قدم نظن باللي شفت الماتش تاع سي ار بي جياسكا نظن باللي أداو مقابلة كبيرة من ناحية تكتيكيا من ناحية الاستحواذ عرفوا كيفاش يجيريو الماتش ما تشوفش كيما شفنا دوكا مولوديا يجري وقع مول البالون شفنا التنظيم في الملعب نظن انا رايي دوك تقول لي انت يا يكريتيكي لونطينور دوك سي فري كاين وانت يا تزعف ما لعبوش مليح الفريق ديالك تزعف بصح هذا المدرب راه برومي وعنده مازال ما خسرش مازالت له مقابله واحده ضد الاربعاء ويختم مرحله الذهب بدون انهزام نظن باللي اليوم باش تفيق باللي بون هاد الحاجه ما نديرش عليها باسكو كاين دراري صغار اللي يهضروا انت ما تعرفش بالون انت كيفاش تقول لونطينور وطاكتيك وقدام منك كاين بزاف الناس ما يدخلوا الصطاد ما يعرفوش بالون ما يعرفوش بالون ما يعرفوش بالون بصح انت يهضروا برك انت مثلا العام اللي فات كان زوران وحتى قبلها كنت تقول مثلا انه الفريق يفوز ولا يقنع علاش الان غيرت رايك مثلا لا اسمح لي كان ينهزم دار بعض الانهزامات قلت لك الفريق ما راهوش انا بصح اليوم شفت شبيبه القبائل وشباب الوزداد قدموا مقابله ما نقولكش زعما اكسترا اوردين مي قدموا مقابله كبيره ولعبوا ضد شبيبه القبائل اللي كان لازم يربح بالمقابله هذه يعطيك الصحه وفي بلادهم امام جمهور نظن باللي قدموا مقابله سي فري مين داك ما تلعبش مليح بصح المشكل تاع شباب الوزداد المشكل ميم كي ما يلعبش مليح ما راهوش يخسر صح هذه ستيون افونتاج هذه نظن هنايا ومن بعد ومن بعد ومن بعد ومن بعد ومن بعد تحسن المستوى ديالك اليوم مازال عنده دوكا فرصه الكوكي باش يخدم في الروتور عنده دوكا اون تراف ولا تاع ليكيب ناسيونال ولا مارغريتو صح لا باش يروحوا مي عندك انت دوكا باش تعاود تولي تعاود دير تسمى تعاود تزيد تسودي الجروب ديالك باش تكمل في لافينير باش نختموا على الحديث على شباب الوزداد محمد نستمع لما قاله الكوكي ثم نعاود نولي لك باش نتكلموا بعدها على شبيبه القبائل ما قاله الكوكي عقب نهاية المباراة كان نقول لك حاجة تو باش تضحكوا عليا أنا جوجير أزمة في عندي أنا في السي آر بي الأزمة تعرفوا شنو اللي نحن الأولانيين و 13 ماتش سون ديفيت أزمة ما نعرفش ما فهمش ثم حاجات ما فهمتهمش وما نحبش نفهمهم دونك أنا جو ترافاي ترونكيلمون والله صدقني بعد ما جي ترافاي ترونكيلمون جي بريباري مون ماتش ترونكيلمون افيك الفيزيوناج افيك لي جوار جو سي أو جو في نعرف شنو نخدم جو سي ليكيب اللي عندي ونعرف الحدود داو كوب لا ليغ ولكن تشوف البدايه تاعهم كانت يعني كارثه صعبه نعم ولكن الان لو نولي شباب الوزداد رضوان نعم شكون ينتقد في طريقه اللعب تاع شباب الوزداد والمدرب الكوكي بعد العناصر بعد السيبورتور لا مواقع التواصل الاجتماعي شكون التواصل الاجتماعي انا سي لي سيبورتور تاع سي ار بي قلت لك لي سيبورتور وكاين سي لي سيبورتور حتى بعض المتتبعين يقول لك الفريق ماهوش يلعب مليح ما فهمتش علاه شوف فريق اللي راه في المرتبه الاولى ما خسر حتى مقابله
وانت راك تنتقد فيه، انا نقول بلي كاين اغراض اخرى من اللور. يعني كاين حمله غير بريئه. بالطبع كاين حمله غير بريئه. ربما الكوكي ماهوش يلعب سيرتان جوار تاع الناس اللي من اللور هذوما، هادو هذه موجوده في كره القدم. ولكن اليوم رضوان انا نقول لك الاختبار الحقيقي تاع شباب الوزداد ماهوش البطوله الجزائريه، كاس رابطه الابطال، المجموعه اللي طاحوا فيها تاع رابطه الابطال افريقيا هي الصح. نو بالك رضوان، بالك جبير بالانصار راهم يخمو بوكو بليس على عليكم دافريك. نعم يقول لك بهذا الاداء هدايا ما نقدروش ندوكو بدافريك. واش بيه الاداء؟ انا حتى اللي ما فهمتهاش الاداء، كي قلت لك على الاداء كانوا الفريق راهو يفوز في الدقيقه الاخيره بضربه حظ. تروح تربح في تيزي وزو امام فريق مهدد بالسقوط، وربح في الثوره، ربح دار ماتش للفيسطيف، ربح في 20 اوت. نضمن بوم انا اللي قلت لك مقبات، قلت لك كاين دي جون اللي يحبوا يكسروا توجر الفريق، باسكو انا نظن باللي اليوم راه بريمي ب 34 نقطه. نظن انا ما نقدرش نسب اونترينور ولا نجيبها عقاب قبل ما نروحوا.